لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تدعم الإمارات العربية المتحدة صفقة عسكرية جديدة مع الإدارة الأمريكية قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، وتشمل مكونات متنوعة لإتمام حاجية المغرب من الداخل الموجهة وقنابل MK-484 وبشكل روتيني. ويوضح مصدر وفق ما نقلته جريدة الأسبوع أن المغرب بعد حصوله على الأباتشي لديه إمكانية الوصول إلى بايروتا، وهذا النظام الدفاعي الموجود عند الخليجيين يمكن أن ينتقل إلى المغرب، لكن هناك أوساط في الحزب الجمهورية تريد أن يكون هناك قبول بتسليم المملكة المغربية هذا السلاح لبيعه أو نقله إلى الرباط. نشكركم على حسن المتابعة.